الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. يا الصلاح يا الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استووا واستقيموا واعتدلوا. الله أكبر. سبحانك اللهم، أعوذ بيني وبينك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. أو يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم أغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، أغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، هي مولاكم، وبئس المصير. الله أكبر. سبحانك. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. تحيات. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. من يجمعه واحد. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. إلى عباد الناس. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. جابر جابر تكلم انت عن سوء الظن ولا بتكلم انا؟ موضوع سوء الظن. لا تكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسعد ايامكم جميع اخواني الغالين. اسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. موضوع بسيط بتكلم فيه. أنا ما أعرف البدايات ولا أعرف النهايات، أنا أعرف أسترسل على طول. الموضوع اللي بتكلم عنه موضوع سوء الظن. أسأل الله أن يبعدنا وإياكم من سوء الظن. سوء الظن من حبايل إبليس. سوء الظن يرمي الرجل في التهلكة. سوء الظن يغير الشخص من شخص إلى شخص آخر. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الإنسان المؤمن الإنسان الخالص النية الإنسان الأصيل ما يسوء الظن حتى لو يشاهده بأم عينه. بعض الناس لو شاف البينة الواضحة أمامه تتجلى يحسن الظن. فباب إحسان الظن من أرفع مراتب الإيمان. أسأل الله العظيم أن يجعلنا في هذه المنزلة يا رب العباد. أحسن الظن في إخوانكم مهما جاكم من إخوانكم أو مهما شفتوا منهم، لأن الدنيا هذه نزول وارتحال. ما للرجل إلا ذكرها الطيب في الدنيا. الله يعطيكم العافية ويبيض وجيهكم. صلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد. استغفر الله. الله يرحم شيبانك. استغفر الله. الله يرحم شيبانك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعالى. يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي. هذا الجند منك الجلال. لا إله إلا الله. مرحبا. صح مرحبا. أيها أنت كنت معنا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت ويحيي 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 ويحيي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الإمام بنفسه يجي ويسلم على أبو الخير وهو لا إله. شوف الله يسعدك. طيب ما رقدت لي ممكن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
يلا خلوا سلطان على قيل يا حب فيك والله انك صادق كل شوي يطلع لنا. بسم الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء اللهم ايه عشان تختم بعدين. هلموا هلموا يا احبه هلموا اقبلوا يا باغي الخير اقبل اقبل يا علي اقبل يا عبد القادر اقبل يا ابو ش... يا هلموا هذه انا اسميها الباقيات صالحه. نعم الله ناخذ دروس تجويد متى امنعني من ال ما اعرف ما اعرف دينه هذا ولا وازعه الديني ولا ابليسه الله يا اخو ارجع يا اخي ما دمرني زمان المدرسين زمان يقول قل ما اعرف الحساس. بسم الله الرحمن الرحيم يا احبه فلنبدا الحلقه من عند ابو ناصر. تفضل يا اخ غازي. اول شيء اخبرنا برقم الصفحه 66 اجلس الله يحييك رقم الصفحه 66 ناري جميل انا اقرا خلي التجويد عاد يلا وصلت الاعلام ما شاء الله والله ما نعرف التجويد اي اي اما اقرا ولا راح احط لك حلقه في الحاله هناك تجود على نفسك ما نعرف انا التجويد يا اخي التجويد ما اعرفه. يلا فيصل يلا يا شباب سعيد علي الناس تقرا شوف يقول ما تعرف تتعلم راح كيف تتعلم تجويد وما قرا احنا كم ما اعرف الشيء الاسهل كذا يتعلم عشان يطبق التجويد في التلاوه. يلا اقول الرجال تبيت يقرا تبي تعلم التجويد علي علي احسن درس خلاص التجويد خلاص يكون انت بتبول جدار انت مو بنيت غير ولا يا اخي انت عقلك وين كيف الواحد يتعلم تجويد يتعلم الحكم بعدين يجي يطبقه في التلاوه انت غبي. اسمع شوف انت شوف وش ما يعرف يقرا ابو ربيع انت شوف وش يسوي يسوي مثل لا خلاص يلا يلا تفضل يا ابو بدون تجويد على الاطار يسوي وين وصلنا يا نتكلم عن امر خطير انت كيف حالك عرفت فقال سوء الظن قبل قليل في عهد الصحابه او السلف انا ما ادري يقولون قالوا الواحد قالوا ان فلان يشرب الخمر قال والله العظيم اني لو اشوفه هو الخمر يتصبب مع لحيته اني ما اني لا اقول انه انسكب عليه انسكب عليه شوف حسن الله وفي ناس هنا يا طويل العمر يقعدون يعني حتى مرات بعض الاحيان محور على سالفه سوء الظن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جاي مع السيده عائشه وشافوا اثنين من الصحابه فالرسول قال لهم ان هذه عائشه هذه تلفك لا ماشي قال لهم هذه عائشه قالوا يا رسول الله ما سانا بك الظن قال لهم لا ولكن الشيطان اللي ساعد في هذا الشيء. احبتي الكرام نريد ان نبدا لان في حلقه قران والسوالف الى جامعه طنق هوت والشاهي هزين السوالف. بسم الله. يلا صح. الصفحه كم يا احبه؟ 66 قلبناها سوالف وش تقول؟ لا هم الطائفتان من قبل توكل امر عندهم بعدين روح اسامه بيسكت على خشمي على هالشيء حكمها بس اجهر بعايد اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى أن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. كمل ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكتبهم يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه
واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون بسم الله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليمحص الله الذي وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار
ما لم ينزل بهم به ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كان عندنا ما ماتوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعلمون بصير. والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل
وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين عن أنفسكم هني ماشي إدغام حاول توضح النون إظهار النون لأن لما تقول عن أنفسكم تحسها صعب صح قول عن أنفسكم قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم
إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم هو خيرا لهم بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن الأغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقرآن بقربان تلك تأكل النار. وقد جاءكم رسل من قبلي ببينات والذين قلتم فمن قتلتموهم وإن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك وجاء بدون واو جاءوا ببينات والزبر وكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أرجوكم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتنبؤوا في أموالكم لتبلؤن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين آتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا إذا أذن كثير. وأن تصبروا ما تتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. جزاك الله خير. قبل الخمسينات والستينات والسبعينات كلها ما تفرق عندي. احنا نفس الشكل لله شهادة لله. مين؟ جايك الكلام شهادة. كيف اسلم؟ اهدى من كذا اصلا. كيف مين؟ ايش تبي انت؟ كيف مين؟ ايش هو؟ قلت خلاص قل. طب بقول بس انت كيف مين؟ تبي شاي طيب؟ اي صب لي. هات لي كاس. انا بقول شهادة لله. الرجل هذا يا اخوان يملك قلب من اطيب القلوب اللي ممكن تتعامل معها في الحياة. ايش اقلب يا اخي؟ ايش اقلب؟ بسرعة. خلاص تعال ارجع. شقلب ترى والله يا اخوان اني ماني مضطر اقول هذا الكلام. وش اللي جاب الطاري في يا اخي؟ تعرف لما الله ينزل القبول لشخص
انت علمني ايش السالفه. يا اخي ما ادري يا رجل هذا مقبول. انا ليش انت مقبول مثلا؟ ليش انت جيد جدا؟ هذا الشيء حدده الجمهور الشخص الثاني ما حدده انا نفسي. لا انت فكر. ما فكرت ليه؟ ما ادري والله كيف شلون. انا ما عندي اي تبرير معين ولا مربع ولا مثلث، لكن احس اني انا احترم نفسك. اوكي طيب انا اسف والله. تعال تقول مربع اضمن احوم بك حوم. هلا كمل. ايوه كمل يا ابو سموني مربع على الحساس. لا ترى حساس مره جدا. ما انا اتاسف منك امام الشباب المسلمين. قدم اعتذاري. نعم لكن للامانه يا اخي ما ادري ليش اقول لك الولد هذا انا منجذب له قلبيا. يا ما ادري ليش يا اخي احس انك انت رجل طيب. انت رجل طيب الحمد لله ان شاء الله. انت رجل طيب؟ الله يطيب. يكفيني. شوف اذا قلت الواحد انت رجل طيب وقال ايه ادري انه مو طيب. يكفي انك حاط. انا غيرت رايي. ما عليك شيء. الله يطيب حفالنا وفالك والله. يكفي انك حفالنا وفالك؟ حفالنا وفالك. يكفي انك حاط. عموما اسمع انا اسحب كلامي كله. زين لا كفو. يكفي انك حطان. كفو والله يستاهل. كسرتني والله كسر ذي. ما جيت والله ما سويت. ابشر بالخير ابشر بالخير يا ابو علي. سلمت يا ابو هنيا. سبع مرات احترق من يوم دخلت. يا ريت ابو حصل والله هنيا. ولسه يا ابو ولسه انا ما ابي احترق الايام كلها الا يوم السبت. لا تحرق البراهيم بن علي. اي ابو محمد يوم السبت لا تحرق. تدري على ابو جليل ايش قصدك؟ انا وانت تصدق انت كان قاصد انت قاصد تضايقني. لا والله كان هي شاطر ما ادري ايش يقول الا يوم السبت لا تحرقني. الا ما ادري ايش يقول الا يوم السبت لا تحرقني. انا وانت طالعين شاطر حرام. انا وانت خلصت القهوه طالعين فوق. انا وانت طالعين بكره زانت القهوه. طالعين بكره وين؟ براهيم بن علي. براهيم بن علي مسرين كل زانت قوي. ليش انت ما عندك سالفه الا ابراهيم بن علي؟ لا 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 انا ان شاء الله خلاص يا اخوان خلونا ننبسط ونقضي. تعال انت ابراهيم بن علي انت ان شاء الله تجلس على كيفك. تبي تجلس اجلس ما تبي تجلس تعال. انا قاعد احس بولاء. بقول انا باقي ولاء للحاله اللي انا وياك فيها. اي والله ما باقي الا كم 24 ساعه. تعال يا قلبي هذا وش جامعه انت ولا شو؟ زانت قوي يا رب لا تقولون الا خير. انا ودي تجهز للحين نقضي قد ما نقدر. هذا معلومات كيف؟ معلومات عامه. مين هبالك اياه؟ اخر يومين يا يما يا يما يا يما. طيب يا اخوان الرجاء عند ابراهيم قاعد يقرا قصيد. نعم حز حزين. انا قاعد حز حزين. واحد زين انت بقرا معلومات يا ابوي. انت اقرا قصايد. ما عندي معلومات يا يما يا يما يا يما. شوف شوف جوال يا الشاهن. يا رب اقول لكم معلومات تدري عنها. جوال يا الشاهن كل معلومات. ابو محمد. ايه ابن عم ابو محمد ابن عم ابو محمد جوال يا الشاهن. راح كل اسئله. اسمع اقول لكم معلومه عن هذا الولد. ليش تكتب الكلمه هذه؟ جوالك هالشاحن يا رجل. كم؟ لا لا كم شحنك؟ والله 80. والله شاحن جوالي بيطفى. شوف الشاحن المتنقل شو موجود صدق. باقي 20 بس اسوء. 20 يا اخي اخوان ما في جوال. 6% اشحن يا اخوي. دائما 6% شغلتني بس 6% يا اخوي. ايش لك يا اخي؟ اكثر تطبيق ما هذا الرجم الفعال. كل خشب. لا 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 يروح يروح مسلسل على طول. اعمل لي ثاني. تدري شو يقول؟ صدمني. طالع فيني كذا بعدين طلعت فيه ابتسم. انا كل ما اشوفه ابتسم. كل ما اشوفه ابتسم قال تقدر تصب لي. صدق قال يقدر يصب لي قهوه صح ولا لا؟ يقدر يصب قهوه شاهي. يستطيع يستطيع. انا والله يجي لي واحد اللي لما قلت له صب له شيء قال بريال صب لي قهوه. يعني يعطيك ريال صب لي قهوه. هذا والله اسحب استهبل يعني والله يعني من باب الدعابه كذا ظريف. اي ظريف بزياده. هذا يسمى الظريف بزياده. مثلا انت تصب قهوه وهو طيب عندك. لا ما يجمع عظيم انا ذا الاسبوع هذا سيد بريال تصب لي شاي اخر اسبوع. وش قصدك يعني؟ النهايه يعني اعطيك ريال تصب لي شاي. ايش يبي هو؟ ليه؟ ما ادري كذا اسلوب. انت تعطيهم وجه. لا والله انا اشحب. تعطيهم وجه صدقني. انا جاهز جاهز. تعطيهم وجه والله تقدر. والله لا تعطيهم وجه. انت جهز غازي جديد. شو ذا يرفعون بس بيطلعون بكره وضايق دستور ومو يضحكون. شو ذا الله على الظالم. ليش يا ابو ناصر؟ ليش ليش؟ ما توقعتها منك ابو ناصر. شو؟ يا طيب اسمك على طول. هذا سريع سريع على طول يخش معك في الفوز. طيب ليه؟ خلينا نخش سوا بعدين بعدين الساعه 3:30 الفجر. تعال صار بخش الحين. لا لا الحين مستحيل. والله مستحيل مستحيل. فين مستحيل؟ ايش جوك انت؟ انا جوي الرجال ذا. شباك معك خلنا نشبك كلنا يا اخوي. غلط تراك جاي تعلم قهويه عادي يا اخوي. انا اغلط. لا انا احب الغلط. لا صدقني. لا خاص زي اللهب. يا اخي ايش دخل خاص؟ اشتاق خاص خاص كلها تكلمنا خاص خاص. ايش فيك يا سعيد الله يرحمه ويرحمه؟ خلاص قسم بالله بعد ما يتكلم راح نفسيه. خصم 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 فنجان ملينا يا اخي فنجان.
بالفنجان صب لي فنجان والله العظيم يا اخوي احنا نبغى ناخذ حريتنا في الكلام والله والله العظيم والله كل ما تقول لي خصم لا تقول لا اضطري طارق خصم حريه الكلام كم مشروب حتى مسمار لونه احمر يا اخي مسمار قهوه هذا جاك هذا مسمار لا تقول قهوه قهوه يا اخي هذا مو مسمار ذا يا اخي قهوه قهوه صح بس قهوتي لا تقول مسمار هذا خصم خصم يا اخي هذا يتكلم عن هذا هذا مو مسمار لا تقول واحد 25 يوم ويشتغل صح ماشي زي اللوز زي اللاب ماشي في اخر يجي خصم من ورا ما يدري بكره يطلب رايم بعدين ها بكره يطلع رايم مع الباب يعني ايش سويت لا سويت شيء تي 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 مثل ما رحت جيتي لا 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 تي مثل ما رحت جيتي جيتي انا والله مع ابو نهيان قلب المقال خلوه يا اخوي توني جايك رياليتي رياليتي هذا واقعنا وهذا زعفراننا ابو حور انت شو مزعلك الحين شو مزعلك يا اخوي كل ما تسولف واحد جاء واحد خصم 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 زين يا عيد يا عيد يا عيد زين ايش اقول انا تعال هنا وسمعنا شيء من الطرب الاوروبي يا شقي ليلي خذ خصم زي اللهب يلا اشغلونا كل ما حد قال اي شيء خصم زي اللهب ارجو منكم ان هذه جلستنا ان الله يكرمكم النعول تخلونها على الليل هذا الحد الابد لان هذه تعتبر فشل صاحبي حان الوداع خصم زي اللهب خصم زي اللهب شو الحركات هذه والله بيني بينك انا والله مليت مليت يا اخي تجي مشكله ظاهر ما في خصم والامور طيبه لكن الشباب اللي عندك ما يخلونك تتكلم لكن اجي تتكلم خصم خصم بالله 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 يا مزين الكيف لا تحرق الدله يا مزين الكيف علي تعال اجلس جنبي واقف في وجهي ايش دخلك انت وش دخلك توك جاي اعلمك ايش دخلني اعلمك ايش دخلني عليك خلني اعلمك انت ما شكرك انت ما شكرك من قصير مرعب اول شيء يا والدك ان الله يخليك اجلس عادي والله يا والدك الله يخليك افتح افتح ما عاد ترسل لنا تمر بترسل ان شاء الله ناشدها من والله العظيم انها اصمقنا بهذا التمر كل يوم قد جبت لكم تمر قد خلاص يمكن عمر اجيب الطيب من طيب راسها ما هو من اشهد في ذمك ابو تركي ترى في هذا ناشدهم تركي بمعنى بمعنى انه نحتاج الى التمر والسمن والله هذا اليوم اني اول مره ادري محسن ياكل اي شيء ابو محمد دق في المكرونه ذيك ما قد خمت دجاج هنا يلا وين يا سمعت هالدجاج لقطنا كف اقول عادات جوجي تقول قطعت لحم عادات جوجي ابو محمد اي والله هو ياكل والقطح منها الحمه والله ما ردتها الا من عند ال 12 حق 12 12 اللي هنا هي البروفه توكل اسمع عندها تقول ابو محمد هي البروفه البروفه قال بارح ايش يقول قلت البروفه توكل ولا تشرب ولا ايش البروفه شوان ابشح ابشح من هذاك تقوم الرجال اللي رق اشرب لك اي والله كنت بموية لا خلاص طيب شفت احد لا يا حبيبي اقرب تقهوى يا اخي البروفة توكل البروفة افهمها انت يا اخوي افهمها طيب انا عط عط بلال فنجان ما قلنا عط بلال فنجان اي والله اي والله طلعونا لا والله لا احنا خايفين نتحدث نبي نتاكد ان تحدثنا ما شو اسمه ترى ما طولت ما يمسك حولنا في عضلات في بطني وجه العين حلو شلون كذا كذا ترى كل هذا عشان اسوي شو شو سويت شو لا دقيقه شو سويت شو سويت شو شفت لا لان الشيء ذو قحطاني يلا روح نشطنا بس ارجوك انها تكون بلهجه الانتخاب الاغلبيه اوف 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 وش الرسميات ذي اخو العيال ابو محمد وضع رسمي والله والله قهوة جانا والله حطي له ها شوف والله حلوة علي جربعهم بذلك كلهم لايق عليهم الا طلال ما يلايق لازم اصبر تدري ايش نكي انا دمر ركبها مر تدرون ايش نكي انا العاشق الولهان يا خالي يا قمر راكب همر فيك هواء السلام عليكم ابو حور شات هذا هديت مني هذه لجل تصطدم فيها عرفت ايام الشتات صب القهوه نعم شغل شغل بلوتوثك عندي لك خلفيه ولا احد شغل شات انت انا شايفك ها
اسلوبك الكتابي مر علي. ايه شات مزخرف عرفت؟ مزخرف حتى السلام عليكم مزخرفها. اسم التركي؟ هلا حبيبي. من هذا المنبر. يا بعد راسي. اوجه لك تحية من اعماق قلبي. اي شات انت قلت انا في شات تعب رئاسي. ايش هذا الشات المتوفي؟ عرفت الشات؟ لا والله لا يوفق ابليس. قال شيء قال اعطاه. نحول هذا اللي مع من هي نحول؟ ايه زين لا تعب ياتي ياتي فهمت؟ بيض الله وجهك يا ابن رجلين هذا يوم الثمانينات والله قاعد تنطق في النخاع الله يبيض وجهك قول يا الله احس راسي مثل المتفجرات مناخه كفو انت مش انت لما اسمع عند ربعك يوم قمت سويت وين؟ مشينا نتجمل به صب شاهي نقول يا الله يحشرني انا وانت في الجنه قول يا الله يا ابو سعد ان الله مثل ما جمعنا في هذا اليوم الفضيل ان يجمعنا في مستقر رحمته امين امين قول امين ابو شاهي ما اضمن لك يا بالاجواء انا ما انت بربي اللي تحاسبني الله شاهي قدر الله يكون طيب 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 ريت السفر قلبي تجوك الله وجهك يا اخوي حمول بحمول سيارتك همر ما بعضهم يجيب لي عزمه وراكب همر حمار ليه الله يقولون في همر راكب همر قمر راكب همر يا مال الجلد ليش جعلها والله جمال فكك النشا والله ما تطلع من البلاطه امي هذا لا لا اسمع ولا خلاص هذا قام في كل مكان في بعض النكات يا اخي تستفزني يا اخي تستفزني ودي اجلده فاقد فاقد حنان فاقد وفا اثنين من الزملاء في الاستراحه وجهوا لهم تحيه تاريخ يا اخوان ما تروح ترقد اسمع ارمني اخوي اللي بيجي ارمني بالشوز اخوي اللي بيجينا ايه بيجينا ذا الليل؟ الرجال يكتب شعر يمكن ذا الليل يمكن بكره والله ما ادري او شربي المهم اني اعطيتهم رقمه وقالوا خلاص بنتواصل معك سم. اسمع الرجال يسميه كان مسميه اسمه زمان ايام الانديه المنتديات المنتديات الانديه الادبيه بارق الوسمي أو بب بب بب. البارق الوسمي دامت وش كان بلاتوث ايش معناته؟ سلامتك بارق روتين ممل في ثقافه من يوم الاصغار بالله ايش كان بلاتوث؟ ها؟ اشرب شاي والله العظيم ترى انك عالمي والله اختصار روتين ممل اي اختصار اف واحد ايش يا محسن اف واحد اي السلام عليكم صح لا تو الناس جلست يا جماعه الجلاس وش واحد اسمعت بالله وش واحد ذكرني سين واحد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سين اثنين مين واحد مساء الخير واحساس وعليكم اي صح برب ايه تيت 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 تا اثنين تيت تا اثنين باء واحد باء واحد صح ايش بعد في يا عيال في اسم لو دخل دقيقه في اسم لو دخلت الناس كلهم عنده الادم من ذاله وشو لا ها سين راء الف كمل بعده ساره لا حط نون سياره حط تنوين سياره سا رن سلامتك بسلامتك بسلامتك سارونا بسلامتك انا ما اعرف الا طيب انا يا راس والله يا راس ابو حور والشنبات كذا ابو حور ابو حور سؤال صريح منو اللي كان سوبر في شات كتابي؟ انا قد كنت في شات انا كنت بالامانه بفلوس بفلوس لا لا ما لا انا جاني مجان بتفاعل بتفاعل يا عيال انا في فعاليات زي الله انا في شخص بعرفه جاني انا ليش ما اخبي ها؟ ايه محسن ليش ما اخبي ها؟ ايه تدري ايش كان الشات اللي كنت فيه؟ ابو محمد ولا واحدة اسمع في شخص بعرف منه مخاوي الليل في كل مكان تلقى بعرف منه واحد محسوبك خالد ابو الرحمن يا عيال في واحد ذيك الايام بغيت اشتري نكه منه بفلوس تخيلوا من قوه ايش من قوه نكه ما شرحت ايوه حاضن الظلام انا بعدين تندمت انا لا فيكم اللي تندمت ايام جبال وذكرى جبال محسن انت اللي بتجيبه تحط صوره كذا سوداء مات ذاك المشهور من هو؟ ولد المشهور اي واحد المشهور فيه مات
محسن من المشهور يا اخي تحط صوره كذا فيها ظلام عرفت وتحط تكتب النك يطلع الله حلو هذا الظلام تحط التوقيع التوقيع بالحاله التوقيع تحط النجمه الرصاصيه والله اذكر اني كنت متعب نفسي في المواضيع اللي نزلها والله اقسم وردود ردود ردود تواجد على المنتج سلامات يا ابوي الله ضلال كنا في ضلال يا اخوان اللهم اهدنا مع من اهديته بحور ابو محمد فصل ايه ايش قاعد تحدث انا اجيب ليش ليش شوف شوف اجيبها من هنا بعد ابوه ما انا اجيب اللي صاد هذا انا 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 لا انا ابوه على كيفك ولد ما دام كلام انا اللي صدته ما قدر الله يكون قول يا ابو حور شباب هلا كيف الحال؟ حياك الله يا مرحبا حساب شاحن طيبين. علمنا بعلمك صلى على النبي بطل يمشي بطل يمشي ذا يا رجال صلوا على النبي فيه في سؤال في سؤال بقوله واللي يجاوب على هدية واتحدى احد يجاوبه واضح انك ناويين يا ابو ذيب لا والله انه سهل طيب يلا كم هدية فيه؟ ابو حور تعال هزاع طيري تعالوا لا لا اللي يجاوب صح ابو ذيب ابو محمد عليك تسلم خلني بجي معاك انا يا رجل هذا بيب بيب الثاني وين سلطان السري السؤال يا جماعه الخير يتعلق بالوقف وين النمر يا شباب ممتاز نمر القريه وين اول شيء بناخذه واحد واحد اسلم ابو ذيب اسلم والهديه الله يعطيهم العافيه دخيل العود اعطونا الهديه حلو بنبدا عشان كل واحد ياخذ حقه خلاص هو سؤال واحد بعد بطل اقعد اقعد تعال من النمبر هذا لا ما ادري بمعنى سؤال واحد اسلم للكل للكل يلا يقول والله العظيم ما طرف الجنب اجلد قشش عارف يا منبر على اساس مالك مو مشغل دقيقه دقيقه يا ولد اوه المسمع ترى ما يحاكل منه الترباس الترباس يجي السؤال يجي من عند الاعداد الاجابه السؤال يقول غازي فهد السؤال يقول شباب يعني والله تعلمني اجلس شو هذا السؤال والله شو اجلس بس 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 ما اقدر هنا هنا تعبان رئته رئته لا ما عليك هون يا اخوي تعال تعال يلا نبدا من وين نبدا من وين يا شباب روح بسم الله نبدا من اذكى واحد في القريه يمديك سعيد القحطاني سعيد القحطاني سعيد القحطاني يلا روح السؤال يقول اذكى واحد انا السؤال يا شباب يا اخي هنا في ابطال الحجاره هنا شو وضعهم ذولا هزاع شوي بس شاركونا معكم معكم يلا الصدقه والوقف هل هي نفس الشيء ولا تختلف واذا كانت تختلف وش الاختلاف روح يا سعيد لا نفسها نفسها صدقه ما تفهمون قال سعيد خلني اجاوب ولا شو سعيد القحطاني سعيد الصدقه الصدقه نفس الوقف هي انك دقيقه دقيقه وتروح للوقف يعيد رعاها للصدقه حتى تجي للوقف يعني نفس بعض نعم طيب اخذنا اجابه غازي الصدقه هي تكون يعني حسنه واحده اما صدقه الجاريه صدقه جاريه الوقف يكون صدقه جاريه يعني نفس الشيء حتى انه حتى لو بعد ما مت في نفس الشيء يكون ماشي يا صدقه يعني نفس الشيء ماشي 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 لين والله صح اجابته هالي ليه يلا يلا لان الصدقه ينتهي عطاؤها بانفاقها الوقف يستمر يستمر حتى بعد الوفاه بيض الله وجهك يا غازي شكرا لك تستاهل كل خير هذه هديه مقدمه بتخيل العود في حاجه واحده بس يا جماعه ودي اوضحها انه الوقف اللي احنا شغالين عليه اسمه وقف الام بس بعضنا يحسب انه للام بس يعني اي شيء اي اسمعني اسمعني محسن الاسم هو وقف الام بس مو بكله يعني للام في اشياء ثانيه مثلا يعني مجالات الصرف للوقف بس ما هي للام مثل الفقراء والمساكين الارامل والمطلقات يعني لازم تاخذون فكره كامله بعضنا اذا قلنا نتكلم عن الوقف كلنا نتكلم عن الام ترى في اشياء ثانيه تختلف يعني الوقف هذا يصرفون على الفقراء والمساكين الارامل والمطلقات الايتام وذوي الاحتياجات اصحاب الحرف والمهن من الفقراء الاسر المنتجه ياهلونهم يدربونهم فانا اللي بعطيكم اياه ان الوقف صح انه باسم الام بس انه يعني ما يصرف للام بس يعني في اشياء كثير فهمتوا هذا بس اللي كنت بوصله لكم الوقف نفس الام ولا واسم وقف الام اي ولا الجمعيه نفسها ولا عندها مجالاتها واجد مجالات ثانيه يا سلام يا سلام الله يعطيكم العافيه وفي بعض الهدايا والكتيبات ارب لي منها نصيب
ابشر على خشمي. بعض الكتيبات يعني حلوه تدرونها يا اخوي. هذا اجر وثواب. دقيقه بس يا عيال. اسلم ان شاء الله انت عطربه في البيت. دقيقه دقيقه. انا اشوف اني ابو ناصر الله يجزاه خير يستاهل انه يهديني الهديه طال عمرك. يستاهل والله. عاد بينك وبينه يستاهل. يستاهل يستاهل والله يستاهل. صفقوا لاني ما ودي يا جماعه. يستاهل. ايش تبغى؟ هديه. توكل توكل بس. طبعا كل كيس موجود فيها شباب بس عمر ثاني. كل كيس فيها كتيبين. الكتيب الاول فيه مشروع وقف الام نهر العطاء شرح كامل. سلام. مجالات الصرف، قيمة الوقف، المكان، تزكية الشيخ الجبرين، في كل شيء ممكن أنك تطلع عليه. الكتيب الثاني اللي هو نحو التحول الوطني 2020، رؤية 2030. طبعا تختلف عن التحول الوطني حق 2020. مرة حلو أنك تقرأه وتستفيد. ترى أول أنا كنت أحسب أنه أي واحد يأخذ السفارة يروح مكة ويجي سيارة، اكتشفت أنه لا، آخر البرنامج يأخذوا 4 سفراء مروا على الجمعية وواحد منهم يفوز بالسيارة. يعني 4 سفراء يسافرون. كل أسبوع في سفير. كل أسبوع في سفير. عشان تكون ممتاز. كل أسبوع في سفير. 4 منهم راح يسافرون وواحد من 4 هذول راح يفوز بالسيارة. ممتاز. والله يجعلها من نصيبك يا سعيد. قول آمين. تستاهل. يعني ما الله يجزاكم خير. وهذه في شيء بس. لو تجيني السيارة فأنا أبا أجعلها يا طول عمر السلامة صدقة جارية على نية والدي ووالدتي. وبعطيها اخوي محسن. في حاجه ثانيه ودي اقولها لكم يا شباب. احنا بنصلح اشياء للوقف عن طريق التمثيل. من اللي عنده استطاعه انه يمثل معنا ونطلع بشكل حلو او عنده الرغبه يعني. كيف 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 بنسوي رسائل حلوه ما هي عن طريق الكلام يعني. نبغاها بشكل ثاني مثلا التمثيل. اعطوني من اللي عنده الاستطاعه انه يشارك معنا. انا لكن اعطوني جوالي وبرسل رسائل يعني قصيد كله. ما ابغى رساله هذي. رسائل عن طريق التمثيل مشهد نصلح شيء حلو. لا لا انا بضبطها وارتبها بس عادي كلكم تشاركون معنا. انا معك يا قادر. لا اكيد انه جماعي. خذني وابد. كل واحد بيجي في الوقف هذا ترى كلنا معه. جعلك تسلم. طب باقي معي كتيبات موجودة بجيب للي ما حد صاد العلبة. كل ما باقي فيه ترى معي بس اني ما جبتها. باقي بعطيكم اياها ثنتين. ايوه. بيض الله وجهكم. الله يبيض وجهك. قول يا الله. بكرة ان شاء الله بيكون في مشهد. انا كاتبت السيناريو حقه وكل شيء وباقي بختار الشخصيات. وبعده بيومين ان شاء الله بيكون في مشهد ثاني. تمام. اسمع. اول شيء الله يوفقك. وياك. وتستاهل هالفكرة. الله يطول عمرك. الرسم ذا يا ابوي ما عرفت. تستاهل انت تكون سفير. انت تسمع الكلام انت ولا اخمك بالتركي؟ انا يا ابن خير وهو مرسم ما عرفته. ونعم تستاهل هذا التقل. الله يوفقك وانت قد المسؤوليه. هو اللي تبيه احنا حاضرين. جعلكم تسلم. باذن الله ان نوصل النسبه. انا قلت 16 قال النسبه 8%. كم تتوقع انها باذن الله راح توصل اكثر من 16؟ ايش تتوقع يا بحور؟ ان شاء الله انها تصفق 70 باذن الله. لا اسبوع هذا شيء. وش ايش نسبته؟ اسبوع نسبه الوقت. ترى قطيب حاضر دائما اقول اشكر. 70 اقول انت تجي. ابوي قال ابوي ميدي قال لو يجيك هديه 2 مليون كم تعطيني؟ قلت فقالوا قال لاخواني كلهم. قال واحد من اخواني بعطيك 500، واحد قال بعطيك مليون، واحد قال بعطيك 200. يوم جاء عندي قلت بعطيك كلها. قال يا كذبان يا كذبان. قلت خلني اجمل ما بريا خلني اجمل. وضحك الجميع. انا خايف يا بابا يا بابا. انا خايف. شوف انا خايف يا بابا. بكره البرايم يا بابا. ابو محمد انا خايف يا بابا. هل على جائزه؟ على جائزه بعد. خلاص دام على جائزه يلا قول. فك طيب يا قلبي فك. من اول فريق سعودي وصل الى العالميه؟ قدسيه. النصر. الهلال. تفضل. تعال تعال ولد. الهلال. بس يا غازي الهلال وصل قبله بس الغيط. الهلال الله يرحم والديك يا شيخ. كبر نفسك في هديه يلا. نطلع موضوع الرياضه. خلنا نطفي لها بالتعصب الرياضي. خلاص ممتاز. لها بالتعصب الرياضي. ما في تعصب رياضي ولا شيء. الموضوع انا احس بخاطري. يا رجال يا رجال انا بسالكم سؤال وكلكم لاحظتوه. هذا الرجال والله انه له اكثر من 3 ايام وانه بين فيه الحزن. توافقوني الراي؟ وهذا وافق بشده بعد. وهذا الرجال والله ما هو برخيص علينا وهو من اكثر الاشخاص ادبا وخلقا في المجتمع. كان مكمون علينا. استاهل تحيه. مكمون علينا ومون عليك. فاعطنا ايش السبب؟ ان فيدنا شيء. فوالله من ذي قبل. لا والله بالعكس ما فيني الا كل خير. والله ان فيك حزن.
شلون قريته؟ والله العظيم انا عاد اعرفك انا. هذا مقلب، شكله مقلب من مقالب البحور. ها لا لا انا عارف الرجل هذا زين. يخاف علينا من البرايم بن علي. تمام. لا لا. رجال. سلم نفسك. تفشل خطة تنجح خطة والمجرم تمسكه الشرطة. نادينا تنادينا تنخيل كل شيء جميل العرب والبراتيكر والبرتوكان الجميل. لا يا قربال بعد لما نهطر. خلاص انت بتسوي شو؟ يلا يلا بتسوي شو؟ لا هند كله لا هند لا هند لا هند يا عيال وش افضل وش افضل نشوده انا مو شرطي ناخينا نينا 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 دينا لا في قريه التود دول الهواء اول لهم والهواء العليل يمشون في النهر وحنبص حنبص يا بابا انا خايف بابا انا خايف انا خايف يا بابا بابا خربت عرسية اسف يا بابا ابو محمد والله لا يشطفتك يا ابو حور والله شط واصل لا يوقف لا يوقف هلا اسمع خلني البس غترتي ارجع للتظبيط والله انا سلم على راسك يا بابا لا 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 يا عمي لا شكرا بابا انا احبك يا انا احبك خايف بسم الله عليك راي راس ما به راس يا طلال كوره اسمعني ترك بتجيني بعد شوي تبي فعطني والله ما كله جايك جايك الله اكبر اسمع فاتحينه من امس ماخينه هذا تهرب من السؤال شوفها جيبها وصل على العالميه بجهده طيب بجهده يا رب يا شباب اليوم كمل سؤال ها يا نشوان وصل على العالميه بجهده كمان مسابقه حلوه اليوم هو يوم العالمي لهشاشه العظام هشاشه العظام هشاشه هشاشه العظام بسوي مسابقة حلوة خلاص ها اللي يكسر عظمه الثاني لا 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 أخذت السفارة أقول ما أما الحين تسوي على راسي دكتور ولا بس اسمع اسمع والله في فكرة حلوة كل واحد ياخذ اسم عضو خلاص ياخذ اسم عضو في الإنسان أوكي مثلا أنت أنا نفصل مثلا أنت الأصابع أبو حور أنا أبو ممتاز الأصابع أنت يا بنج خير الكف خلاص انت ايش اسم هذا الساعد الساعد وانت الركبه ايش هذا اسمه العظم طيب هذا الترقوه ابو حور انت الركبه يا ابو حور تعال تعال جابر 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 والله مسابقه حلوه فاما ان تجد منه ريحه طيبه او يحرك ثيابك تعال 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 هنا تعال هنا ابو حور يلا جابر انت ايش طيب كل واحد حفظ وشي يا اخوان انا ال12 12 حفظتوا 12 مو بعضو لا لا العط انت ايش ال12 عضو يا عبد القادر انت دكتور انت الترقوه اسمع اسمع انت ايش عظام ال12 وش عضو اوكي بس هذا خلاص انا ابغى هذا ليس بالعظام هذا بالباطن العظام ولا ايش انت ايش الرقبه خلاص لا لا انا ما اضرب رقبه ارسخ الاصابع ما برقبه انت ارسخ الاصابع انت ايش القلب الرجل يا اخي لازم عظمه 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 ايه؟ انت الكوع صدر انت الركبه ركبه مالك انا الصدر محسن الركبه لا 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 الصدر الصدر انا الكرسي هذول ما انت هذه الكرسي يا اخي قلنا عظام خلاص انت القلب انت الاضلاع يا عيال كل واحد يحفظها انا كل واحد يحفظها عشان بيجي فيها اسئله بسرعه انا ضلوع قصير انا هات اللي هنا ايش اسمها انا ضلوع ها ضلوع القلب هنا انت ما تعرف اسمها انا اعرفها بالانجليزي بس نسيت العربي انا طيحي يا شجره يا اخي ايش اسمه عظمه القص الصدري صح اللي هنا القص الصدري طيب انت ايش ايش انت عظمه الفخ يلا خلاص عظمه القص ما ادري ايش اسمها هذه اللي هنا عرفتها؟ طيب نطلع كذا استني وش المطلوب؟ بقول لك انت ايش؟ بابا الراس الجمجمه يا بابا انت شوف من فوق خلصنا باقي خلنا نشوف عظمه الساق بس كذا لعبه ترى ما عندك مشكله انا الكوع فيه مسجد انت من مفصل الكوع؟ انت مفصل ايش؟ انا عظام الرقبه قد راحت في نهايه المسجد انا الفك السفلي لا عظمه العين هذه ايش عظمة العين؟ يقصد الرمان الرمان هذه يعني عظام الوجه عظمة الوجه يعني عظام الوجه كامل؟ يا الله ليش اخترت العين بس؟ انا عظم هنا في عظم فيها عظام الفك فك طيب عظم الفك 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 طو انت ايش قلت لك؟ شنو هذا شنو السالفة؟ انت ايش قلت لك؟ قلت لي الاصابع
ايش؟ الاصابع. الاصابع انت؟ طيب اسمع ايه شوف كل واحد كل واحد يذكر فائده بسرعه. ايش اللي عندك؟ الاصابع. يلا عطني فائده وامشي بسرعه. اللي بتاخر بيطلع من اللعبه. ممتاز. اللي بتاخر ما بيجيب فائده. خلاص فكر. انا طبعا انا الحكم. خلاص روح سولف هناك. يلا انت ابدا بالاصابع. الاصابع وعطني فائده. بعده طلاب. يلا ابدا. اللي بيتاخر ما بيطلع. كيف يعني ابدا؟ ايش فائده الاصابع؟ مثلا انت الاصابع عطني فائده. الاصابع فائده الاصابع اي بسرعه. مسك الاشياء. العضو هي اللي تمسك الساعد بالاصابع باليد. شوفوا اللي جابه صح يا اخوان. غبي. شوفوا اللي جابه صح. العضو هي الواصل بين الساعد والكف وذي. طيب انت ايش؟ الساعد مصدر القوه في اليد. تحمي الرقبه. انت ايش؟ ترقوة. طيب ايه وش فايدتك؟ ايه تحمل. وين ترقوه؟ ما ادري وين الترقوه دي. عظمة الترقوه. تحمي الكتف. تحمي الكتف. تحمي يقول تحمي. تحمل ولا تحمي؟ ايوه كتف ورا. تحمي. كيف تحمي؟ لا تحمي الرقبه. الرقبه سعد. تحمي الرقبه على علي عبد المعطي برا. انا العصعص الذي لا يتحلل في القبر. العصعص القفص الصدري يحمي الجهاز التنفسي ويحمي القلب. والله بطل. افضل اجابه. وانا انت ايش قلت لك؟ نسيتها والله. هذه اللي هنا ترقوه على القص الصدري. تمسك اضلاع الصدر. ايوه صح. وتمسك اضلاع الصدر وتحمي الرئتين. لا اللي تحمي الرئتين صح. تمسك الاضلاع. طيب انت ايش قلت لك؟ عظمه الفخذ. الفخذ. يلا عظمه الفخذ. ايش تسوي؟ ايش تسوي عظمه الفخذ؟ تساعد في الحركة. بطل. انت ايش؟ الجمجمه. ايش تسوي الجمجمه؟ تحمي الدماغ. والله بطل. انت ايش؟ عظمه الساق. ايش تسوي؟ تساعد على الوقوف. انا الكوع. تفصل ما بين هذا وهذا. ممتاز. انت هذا الفك يطيع عمره سلامه. هو اللي يمسك الاسنان لا تطيح، وهو اللي نحتاجه في الاكل واكل كل شيء. المعاوش. المعاوش. طيب يلا بسرعه. انت ابدا يلا. راحت الفوائد. ممتاز. روح فايدة نفسها جديد. نفسها ايش نفسها؟ نبدا فائده ثانيه لين تطلع. فايدة. ايه جيب فايدة ثانية. هو اللي يصل بالكتف. قلتها قبل شوي. لا قلت هو اللي يصل بالساعد. الحين يصل بالكتف. يلا. في فرق. سرعة. الساعد صح؟ ايه. واحد اثنين ثلاثة أربعة. يساعد على الحركة. خمسة. كيف يساعد على الحركة؟ يساعد. تمشي حق. شفت أحد يمشي على يده؟ ها ها. أمشي لك على يدي؟ لا لف. ايوه يساعد الناس. هو الذي لا يستطيع الانثناء. صح ما ينثني الساعد. طيب ايش الفائده اذا مثلا؟ ما ادري. برا برا برا. غازي برا. يلا بعد ال10 برا معي 56. انا بس عارف العصعص ال100 حلقه. واحد مالي صراحه. يلا ما اعرف شغله. اثنين ثلاثه. ما عندك اجابه؟ لا بس عصعص انا عارف اللي ما يتحلل. رب حد يعرف العصعص؟ خمسه سته. يحمي الحبل الشوكي. يحمي الحبل الشوكي. عندما تكون ضغوطات على الصدر ايه تكون جهاز التنفس يتنفس طبيعي. طيب هي نفسها. لا بس انت هذيك غير. هذه غير. واحد. لا لا هذيك غير. هذه غير نفسها. هي حمايه ال اي اوكي. قصدك شنو يعني؟ نظام شو في فائدتها؟ فائده ثانيه. واحد فائده ثانيه. طويل العمر والسلامه. ثلاثه. دقيقه والله لوني كمبيوتر. أربعة. عادل. خمسه سته سبعه ايه 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 ثمانيه تسعه. توصل الدم الى القلب. توصل الدم للقلب. لا هي من عنده يعني تحمي الصدر. يوصل الدم للقلب صح؟ لا غلط. هو الاضلاع مغطي على جهاز التنفس والقلب. طيب ويجي الدم يدخل من عنده يعني. هم بعد فيها فايده للقلب بعد. يا اخي تذكر الدخول يا شباب. الاجابه كيف؟ لا لا انا انسحب. انا عندي اضافه. ها والله ما دخل في نقل الدم. غازي فهد. ها هو العضو الاساس في القفص الصدري. لا 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 اساس في القفص الصدري. هذه نفسها بس جبتها بحركه ثانيه. في فائدة ثانية؟ تخرب الشخصية. واحد يحمي. يحمي. ممتاز. هو يصل ويحمي نفس الوقت. واحد اثنين يلا فخ. يلا يا فخ. أطول عظمة في الجسم. متأكد من المعلومة هذه؟ إيه أطول عظمة في الجسم. أطول إيه؟ أنا والله ماني متأكد منها. لا لا بس إيش الفائدة إذا كان أطول؟ ها لأن يعتمد الجسم كامل عليها. طيب أنت قلت قبل شيء ساعد على ساعد الحركة. ها اللاعب اذا جاء رباط صليب لازم يقوي الخاتم. توتر رباط يحمي من شو اسمه الاصابه. رباط الصليبي. رباط الصليبي في الفخذ. ايوه هو في الركبه بس ما ادري عنه. ذا هذا اللي يحمله تخشيش غلط. اذا جاء الفخذ يحمي الرباط الصليبي. ايوه اذا جيت تتاهل لازم افخاذك تكون قويه. والله
والله العظيم من الصدق. طيب يلا اوكي حلافي الجمجمة. الجمجمة تحمي المخيخ. يلا احمل المخيخ هاي تصلح الغازي تسجل فيها هدف اذا طافتك الكوره. سجل فيها هدف اذا طافت الكوره. اي ما قدرت تشوت الكوره. تتوقع الاجابه صح؟ لا برا يا خالد الشيباني. لا الفك يحتضن اللسان عشان ما يحتضن اللسان. نعم ها يحرك اللسان يعني يحمي اللسان. يحمي اللسان اي بطل العض. يلا العض تساعد على هضم لك. ايوه العض هو اللي يشيل العضلات عشان تشيل الاثقال عضلات. وصدق والله وين صح. طيب انت خلاص قد طلعت خلاص نشوان. عظمة الفخذ اكبر عضو اكبر عظمه في الجسم. اطول أو ما انا متاكد معلومه هذه. الله الا اطول عظمه عندنا شوان فقط. توجد انا ها طبعا العظام بشكل عام توجد في ايش؟ ما شاء الله تبارك الله صفائح الدم صح؟ صفائح الدم ايش الفائده؟ فائده طيب خليني اكمل. اسلم. صفائح الدم مفيده لتعويض الدم المفقود في الجسم صح؟ راح طويل فعشان كذا فاكيد لها فائده للجسم كامل لانه اكبر اطول عظمه في الجسم. طيب ايش الفائده من هذا؟ يعوض فقدان الدم الصفائح الدموية اللي داخل عظمة الفخذ. أنا أشوف جابر لجنة التحكيم الإجابة صح؟ إجاباتك كلها خطأ من الأول إلى الآخر ولا إجابة صح. مشكلة عظمة الفخذ صعب من وين أطول فيه. أطول سؤال مهم. عندما تكسر لا لها جبار. يلا يا شباب ليس لها جبار. الترقوة إذا انكسرت مع عمود الفخذ. الترقوة الترقوة شو الترقوة معروفة لا انكسرت ما لها جبار. كمل نشوان ما ادري كيف اجابتك. والله ما ادري تبي تمشيها مشي. يلا مشيها على بسيط بس تحمي النخاع المستقيم. يا رجال انت قسمت الراس على وش اسوي؟ النخاع المستقيم هي ظهرك صح. هي اهم شيء صنع الحمايه. الحمايه باقي يا سعيد. يساعد على ترتيب الاكل. اهم شيء الاكل. لا والله ما قلت شيء. هم العيش ما قلت انا. قول الهضم. قلت اول شيء الاكل. تساعد على الهضم. اول شيء يمسك الاسنان. ترتيب الهضم الهضم الثاني قلت يحفظ اللسان يعني نفسها يحفظ اللسان وهذا يساعد على ترتيب الاكل يعني قول الهضم هضم اللسان. لا الاكل الهضم لا 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 الا نفسها محمود فلاح محمود فلاح يا غلط عقل وي والله صدق بس والله كويس يساعد معلومات ولد يساعد انك تقول والله النص ما اللي يسوي كذا اصلا محمود فلاح هذا محمود فلاح ايش يسوي؟ ايش اسمه؟ يقول لك محمود فلاح اذا تبغى تنشد اي انشوده مثلا تشيله لازم تقول لا عشان ايش؟ لين ترتب الحانه في مخك مثلا عندك اي مثلا ايش تبغى؟ عشان طلعه من خشم طيب اسمع مثلا ايش تبغى؟ ابغى اناني شو غلط غلط يا طلعه طلعت انا خشم ظناني شو شفت كيف انفتح شفت صوت؟ كيف انفتح صوته لا تطلع تين اطلع هي. اسمع ايش كذا اطلع على لا طبعا عدو غلط والله غلط والله غلط والله انا باني مجد ما علي والله غلط امشي على دو شوف الحين تكلم معي تكلم معي ها شو في دو لا في اني اني اول شخص شوي يتعلم جميع الموسيقى وكذا في اسبوع خلاص قايس البقرة بتحط كورات صوتين ايوه شو مثلا تبغى مكس شباب محمود تعرف ايش مكس؟ لا لا عاد زينة هو الان تعرف ايش الزينة؟ تيراريرا حركة يدي يقولها كذا من تحت تيراريرا بس انا سمعت انه ملحن قوي تذكر يوم انك جانب الفندق اخر حبه قبل والله جد والله يقولون انه ملحن قوي يا رجال انا والله محمود فلاح خدمه يا رجال تعال ابشر يا رجال بس انت ما انك مشهد هل فعلا ملحن قوي؟ نعم شباب خلاص دام انه ملحن قوي اكيد انه بيستخدم اساليب اساليب غريبه الحين ما نقول لك الكلام هذا الا من محبه ومعزه هذه الحركه اللي هذه الحركه اللي ما يتقنها الا ملحن قوي صحيح. كيف كيف يا سعيد؟ لا لا ابغى اشوفها. والله راح نشوف.
زي اللعب زي اللعب يا سيد زي دمعة الرب. نرجع شباب خلاص انتهى. انت الفايز ابو فهد انت الفايز انت انا باقي ما شاء الله انا وانا ابغى طيب انا ابغى طيب اقول ابشر ابغى طيب روح يلا روح جيب لنا في طيب عنده بس الحين من انت كل احميه 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 انا ما استاهل في معلومه جديده عندي انا ما استاهل شنو السؤال شنو السؤال تاخذ لك انت اسم عظمه في الجسم وفايده فايده لين خلص اكثر واحد فايده صلى على النبي نفداك اللهم صل على كيف حالك نفداك الله اسمعني اخترع لي او جيب لي فايده لك حمايه تحمل الدماغ وش بعد تساعد في تركيبه الدماغ الهيكل العظمي هي فائدتها الرئيسيه حمايه الدماغ حمايه تدري انها اقوى العظام اي من اقوى العظام تدري الولد الصغير ان اول ما يد ما فيه ايوه ما تكمل 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 تدري هي العظمه الوحيده يعني مين عظمه واحده يعني اذا انكسرت يركبون صفايح يصونها بصفايح حديد لا واحد من الشباب الله يشفيه صار عليه حادث قبل فتره مشقوق منه لهنا قاطين راسه مركبين صفايح مسكين صفايح الراس يا عيون ها ابو يا لي عبد المعطي وجهك طالع كالنجاج بس ناقصه تبهيره غازي ديابي خل غازي ديابي يجي غازي ديابي هذا لعبه اصبر 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 انت كاتب الكلمات ليش ليش لحنها تحارشني كثير لان عيونك كانها مصاقيل ودنا نلعب فيها طيب ابو شايع انا انسحب من المحاوره انسحب قول خلوها قول خلوها يلا يلا عيال من يلا من يرد عليه رد عليه يا غازي اكيد غازي لعبته رد انت عليه رد اوف 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 هذا من عندنا اوف هذه هذه يبعد عندنا قول خلوها وابدا خلوها ايه ابدا يلا ابدا يقول يا محمد وجهك كنا وجه ما ادري الله الله اخ وما طع الله ما تطلع والله انه بيجلد ما عليه والله لو يا والله ايش عنده سير الغرابه وشخصيته ذي وجهك كانها كانها دينا مقلوبه تالف الصح للدوار جلاندايزر ايش ايش خليها تشطه راسك شو ما تقدر تصدها واضح اللي فيه اختلس واضح ابو شايع ردة فعل عجيبة والله ردة فعل عجيبة ايش مهم راحوا جو سوتي بالله ايش اللي قصيت رقبته قصيت رقبته ولا لسه بنجيبها هنا بنحطها عزل لذا الحزن المعطي تشليح ذيبه انكسر كرسي عيونك كنا مصقيل تبونها وصال ولا كباب ليش وان عيونك كنا مصقيل طع ابو شاي ايش تبغى نسوي واحد يروح معي واحد يروح معي بيجيك 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 ابو شاي ما قد شفت قضية قتل قدامي بالله يجيك شفت قضية اقعد اقعد تعال ابو شايع ابو شايع تبغى ابو شايع ابغى كمل برنامج ما انسجن طلعت بنسجن والله في وجهك مره ما انسجن يا رجال هو من هذا المنبر برايم نوجه تحيه نوجه تحيه اول شيء علي عبد المعطي المرحوم علي عبد المعطي برايم يا طلال المغفور له باذن الله وشوفوا علي عبد الله عبد الله طيب وصل تعال محمد سجنوني يبي يجيك هو تعال تعال عيونك كأنها مصقيل قع قع لا كاتشب مايونيز ها جايك انا ما جاهز جاهز عليك جاهز للاتصال اتصال ولا معجون طماط يعني صلصال ومعجون طماط ما عرفتك مشى وياك ما سمعت الاسف للحياه انه مشى وياك وياك اسف للحياه انه تعامل معك معامله اخرى الدنيا تجارب للأسف إنه مشى معك أكثر من حياته أنا خايف يا بابا
هو حمد المطيري غازي لو يقولك يطلع لك الحين المارد يقول اختار ثلاثة منيات. ها لو يقول شبيك مارد ولا اريد المارد بين يديك ايش تبي تختار يا غازي؟ والله شنو تختار؟ سوف تختار انا ادري ايش قصدي. غازي قم بقتل صح؟ سوي ريتويت ريتويت اي والله ريتويت انا على طول. اسمع شنو تختار بالله عليك؟ ما اختار والله انت انا احتفظ فيها ثلاثة احتفظ ثلاثة احتفظ لك الغامض ثلاث امنيات المهم انك اطلع من غير رصيد مقري. طيب ثاني شيء انا لو اتاني المارد سوف اقول اريد ان اكون اريد ولا اس تي سي اريد ولا اس تي سي في اريد يعني شركة جوالات بالكويت عندنا اريد مرة فلان ما في ملك العالم بس دورين وملحق انا بس ملك العالم ابو جخير خلونا نوجه السؤال لابو جخير يا لشوان ماذا لو اتاك المارد وقال شبيك لبيك انا بين يديك وش تبي يعني ها وش تبي تختار بقول يا اخي طلعني بدون رصيد 24 ساعه نفس جوتنا شوان كم باقي على الصلاه والله لك ثلاث لك ثلاث امنيات اختار عطني عطني الكاب بالله ثلاث امنيات الكاب يعني عشان تدري خلاص بقول لك ثلاث ايام طلعني ثلاث ايام يوم 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 طيب انت سم أنا ولا من؟ إذا جاك المارد، إيه يا غازي اصبر. نطلع أخوي أنا من البحر كله الأسبوع ذا. لا انتشر يا غازي. ولد مو بس كل المرة دي مع السيارة في أشياء معقولة في أشياء مين معقول؟ ها؟ في أشياء معقولة في أشياء روح روح لا أنا لجاني بقول لها ثلاث أمنيات بقول لها عطني 3000 رصيد. وصي رئيس القرية. ما بعشان رئيس القرية علشان تدري انك بخير عشان تضمن عشان تضمن البرايم وتسلم منه 3000 قليلة اصلا اصلا اللي يطلع برايم ممكن يصير رئيس القرية كيف 10000 بابا 10000 انت طلباتك كثير يا بابا انا خايف يا بابا بكره تسوي غلط خصم 3000 انت الله يسعدك حبي اموت هنا عشان اطول انت لدان عليك مرة سالفتك بيض ايه لازم انكم تخشعون في هذه الصلاة يا جماعة باقي 6 دقايق اذان تخشعون بالاذان سمعنا صوتك يلا سمعنا صوتك مطول مطول اصدح بدري ايه يا فتى نريد يعني منك ان تصدح بصوتك فيها الشجيع في احد يوصل رصيده 10000 اللي خذ شو اسمه المركز الاول ما كان رصيده كنا قالوا 25000 سلامات اي والله توصل توصل نهاية البرنامج اي نهاية اللي خذ الاول اللي خذ الاول من تقصد زد رصيدك 6 لا ما اخذ 6 ها يا 6 يا 5 واحد منهم 6 بندر العلي ما ادري لكن رصيده تقريبا 25 الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم ربنا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآتي محمد. هذا البرنامج برعاية